إيطاليا وإندونيسيا والهند، ثلاثة بلدان ترأست اجتماعات مجموعة العشرين بعد القمة الاستثنائية التي ترأستها السعودية في عام 2020. قبل ثلاث سنوات شهد العالم إحدى أسوأ الأزمات الصحية، جائحة كورونا، لكنه عام شهد أيضاً قمة مختلفة لمجموعة العشرين. مبادرات السعودية التي خرجت بها في ذلك العام أصبحت لاحقاً بوصلة للقمم. أبرزها: أولاً، حشد التمويل اللازم للتشخيص والعلاج من فيروس كورونا. ثانياً، إطلاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول النامية. ثالثاً، دفع عجلة الإصلاح لمنظمة التجارة العالمية. رابعاً، إيجاد منظومة لتسوية النزاعات بين الأعضاء. خامساً، تسريع التحول نحو النمو الاقتصادي المستدام. جميع هذه المبادرات وأخرى لم نذكرها في هذه الدقيقة أصبحت أساساً للقمم اللاحقة ويبنى عليها.